بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة صعب إن الكلمة بتاعتي تبقى بعد الفقرة الفنية الجميلة اللي استمتعنا بيها دي. اسمحوا لي في البداية إن أنا أحيي وأرحب بدولة رئيس الوزراء الأستاذ الدكتور مصطفى مدبولي، وبحيي معالي الوزير أستاذ الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، معالي الوزراء، معالي السادة المحافظين، السادة رؤساء الجامعات، النهاردة ممثلين رؤساء الجامعات الحكومية والأهلية والخاصة والتكنولوجية، بل وممثلي المعاهد أيضا، السادة أعضاء هيئة التدريس الكرام، السادة أسر الخريجين وأولياء الأمور، أبناء الخريجين وبنات الطلاب والطالبات، الحضور الكريم. قبل ما ابتدي أتكلم على الاحتفالية بتاعت النهاردة، عايز أتكلم على الجامعات الأهلية. بس في البداية اسمحوا لي أن أنا أشكر دولة رئيس الوزراء اللي النهاردة الحقيقة شرفنا لحضور هذا الحدث الهام اللي بيؤكد دعمه لمنظومة التعليم العالي بوجه عام والجامعات الأهلية بوجه خاص. النهاردة احنا هنحتفل بتخريج أول دفعة من خريج الثلاث جامعات الأهلية الدولية، جامعة الملك سلمان الدولية وجامعة الجلالة وجامعة العالمين الدولية، اللي بدأت الدراسة بيهم في سنة 2021. هرجع بالتاريخ لبداية الجامعات الأهلية في مصر. عايز أقول إن احنا ابتدينا فكرة إنشاء الجامعات الأهلية في مصر اللي هي بتعتبر الحقيقة منذ 1908 لما تبرعت الأميرة فاطمة إسماعيل والأمير يوسف كامل بالأرض والأموال اللازمين لإنشاء أول جامعة أهلية مصرية، يعني أكتر من 100 سنة. اتحولت بعدها لجامعة الملك فؤاد سنة 25، ثم أصبحت جامعة القاهرة سنة 1953 بعد تحولها لجامعة حكومية. عشان كده الجامعات الأهلية ليها في مصر الحقيقة مكانة كلنا بنفخر بيها. طب في العصر الحديث تحديدا في عام 2014 مع بداية تولي فخامة الرئيس المسؤولية كرئيس للجمهورية، الحقيقة أنا بوجه له الشكر لفخامته لأنه هو أعاد فكر الجامعات الأهلية مع الجمهورية الجديدة. أنا عايز أقول أن البداية في 2014 لما تحولت جامعة النيل من جامعة خاصة لأول جامعة أهلية، عشان كده 2014 كان بالنسبة لنا هي بداية العصر الحديث في التعامل مع الجامعات الأهلية بعد ما مر أكتر من 100 سنة على إنشائها في مصر. الحقيقة سيادة الرئيس لما ابتداها في 2014 تلاها بعد كده جامعات أخرى، الجامعة الفرنسية الأهلية والجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني، وبعدين كان بقى في حاجة للتوسع في الجامعات الأهلية في مصر. بقت نهج، النهج ده تبعه العديد من الوزراء التعليم، بداية في 2014 مع الدكتور السيد عبد الخالق ومعالي الدكتور أشرف الشيحي بعدها اللي كان وزراء التعليم آنذاك. ثم اسمحوا لي ان انا اتوجه بالتحية الخالصة لمعالي الوزير الاستاذ الدكتور خالد عبد الغفار اللي كان وزير التعليم في فترة التحول للجامعات لتصبح الجامعات الاهلية هي جامعات دولية. النهاردة احنا بنحتفل الحقيقة بخرجين ثلاث جامعات اللي كان الدكتور خالد في عصره اثبت ان هذه الجامعات لا تقل عن اي جامعة دولية. احنا بعد كده بنكمل على نفس الضرب، عشان كده انا بقول هم وزراء متتاليين بدءا من
فخامة الرئيس في 2014 لما تولى المسؤولية، فاحنا مستمرين الحقيقة في هذه النهج. اسمحوا لي برضو ان انا عايز اوجه التحية، لان زمن انشاء الجامعات الاهلية الاربعة اللي النهاردة بنحتفل بخرجين اول ثلاث دفعات، الحقيقة عايز اوجه الشكر للسرعة والاتقان في تنفيذها. اسمحوا لي احيي الهيئة الهندسية ووزارة الاسكان اللي هم الحقيقة عملوا جهد كبير علشان تطلع باللي احنا شفناه وفخورين بيه في مصر. النهاردة هتكلم على كم عدد جامعة اهلية موجودة، لانسكيب بتاعنا، وكنا فين وبقينا فين دلوقتي. احنا دلوقتي عندنا 20 جامعة اهلية، واهلية دولية واهلية منبثقة من جامعات حكومية، فيهم 200 كلية. في تلك الجامعات الحقيقة بتقدم برامج تعليمية متميزة ومتطورة، أكثر من 410 برنامج بيني، إلى جانب البرامج اللي بيتطلبها سوق العمل، وكلنا بنتكلم على وظائف المستقبل. الجامعات دي بتقدم الحقيقة هذه البرامج. بالإضافة لل 20 جامعة، تم الموافقة على إنشاء 7 جامعات أهلية أخرى منبثقة أيضا من الجامعات الحكومية. إن شاء الله سنة 25 هيبقى عندنا 27 جامعة أهلية في منظومة الجامعات الأهلية في مصر. الحقيقة الجامعات الأهلية برضو المنبثقة من الجامعات الحكومية بتكتسب قوتها من المقومات المادية والبشرية اللي بتتيحها الجامعات الحكومية. الحضور الكريم، أود أن أسلط الضوء على رؤية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في تطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي خاصة في الجامعات الأهلية. ارتكزت على برامج حديثة كما ذكرت، والحقيقة هذه البرامج بدأت واضحة في جميع جامعاتنا حاليا، سواء الحكومية أو الأهلية أو الخاصة أو التكنولوجية. عايز أضيف حاجة، إن تدويل التعليم اللي احنا بنسميه الانترناشوناليزيشن في جامعاتنا كلها أهم مبادئ الاستراتيجية الوطنية. بنتكلم على هذه الجامعات الأهلية لديها شراكات مع كبريات الجامعات الدولية، سواء من الولايات المتحدة الأمريكية أو المملكة المتحدة، اليابان، فرنسا، روسيا، فنلندا وغيرها. ففي العديد من البرامج الحديثة بتقدم بهذه الجامعات الأهلية. كل الشراكات دي بتجي درجات مزدوجة ومشتركة مع هذه الجامعات. وحدي أمثلة، احنا بس مش قافلين على البرامج جوه الجامعات الأهلية دي، بالعكس زملائي في الجامعات الأهلية رؤساء الجامعات الحقيقة عملوا مجهود كبير هو نشر هذه البرامج بالتعاون مع الجامعات الحكومية. وحدي مثال، جامعة العالمين مع جامعة لوفيل في أمريكا عملوا برنامج على سبيل المثال بيني، زي ما كنت بتكلم في البيوميديكال انجينيرينج. حصل في هذه البرامج أو هذا البرنامج وغيره اتوزع على 5 جامعات حكومية. الطالب اللي في الجامعة الحكومية بيقضي جزء سنتين ثم بينتقل للجامعة العالمين علشان يكمل، وبيتخرج معاه الشهادة الدولية والشهادة المصرية في أحد البرامج المميزة. طيب لو رجعنا تاني، احنا كان عدد الطلاب كام؟ انا اتكلمت على الكليات والبرامج، انا دلوقتي بتكلم بقى على عدد الطلاب. في العام الاكاديمي 21-22 كان في 8000 طالب وطالبة، ارتفع العدد ل 21000 طالب وطالبة في سنة 22-23. العام الدراسي 23-24 اكتر من 42000 طالب وطالبة سجلوا في التعليم الأهلي. السنة دي احنا تقريبا وصلنا ل 60000 طالب سجلوا في التعليم الأهلي. معنى كده اننا وصلنا في هذه المنظومة الحديثة اللي سيادة الرئيس احياها في 2014، ان في عندنا
أكتر من 150 ألف طالب وطالبة حاليا بيدرسوا في جامعاتنا الأهلية. ده معناه ثقة من أولياء الأمور، ثقة من الطلاب، ثقة من شبابنا في هذه المنظومة اللي هي الحقيقة كلنا بندعمها في التعليم العالي. زيها زي كل جامعاتنا المصرية بتشارك هذه الجامعات في المبادرات الرئاسية. حياة كريمة كل طلابنا بيشاركوا فيها الحقيقة، غيرها من الأنشطة الثقافية والطلابية والابتكار وريادة الأعمال. مش هتكلم على إن إيه هو حجم المنظومة اللي بيشارك فيها أولادنا في الجامعات الأهلية في ما يفعله بالنسبة للدولة. طيب في الختام عشان ما أطولش على حضراتكم، النهاردة باللي بنشهده من تخريج دفعة جديدة من الجامعات الأهلية الدولية ليس إلا البداية لمسيرة طويلة من الإنجازات. هذه الجامعات ليست مجرد مؤسسات تعليمية، بل هي منارات للعلم والإبداع تسهم في صياغة مستقبل مشرق لمصرنا الحبيبة وأبنائها. نحن على يقين بأن خريجي هذه الجامعات سيكونون قادة المستقبل، مجهزين بالعلم والمعرفة لمواجهة التحديات العالمية والتأثير الإيجابي في مجتمعاتهم. نحن هنا لا نحتفل فقط بنجاح هؤلاء الطلاب، بل نحتفل أيضا بمستقبل مشرق للتعليم العالي في مصر. فكل إنجاز تحقق اليوم هو خطوة جديدة نحو غد أكثر إشراقا. نؤمن بأن التعليم هو جسر العبور نحو التقدم. هذه الجامعات هي أعمدة هذا الجسر. وأخيرا أود أن أعبر عن فخري واعتزازي بكم جميعا، وأهنئ طلابنا اليوم. ألف مبروك يا أولادنا، يا شباب، يا جميل، على تخرجكم. والنهاردة مش نهاية الرحلة، النهاردة بداية الرحلة عشان تواصلوا المسيرة الطموحة متسلحين بالإصرار والعزيمة. المستقبل بين إيديكم وأنتم أهل لصناعته. شكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.